السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شهاب الفضائية، أهلا وسهلا بكم في برنامج اربح ويانا. واليوم تواجدنا في نوارة الأملاك السياحية، هدايانا راح تكون مقدمة أيضا من نوارة الأملاك السياحية، خليكم ويانا. يا هلا بكم برنامج اربح ويانا، ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون؟ زين الحمد. شخبار؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ ريحانة. ريحانة ياسر؟ لا. كم؟ 24. هواي. ناخذ منك نشيد او سوره قرانيه؟ سوره قرانيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا يا ريحانة، وألف مبروك. ناخذ منك نشيد أو سورة قرآنية. الأسام ملاك ورفل ومريم. نجي الرفل. رفل، المطر وش وقت يكون؟ يعني بيا فصل الشتاء للصيف. شتاء. شتاء بطلة. زين، إذا مطرت الدنيا حلو وطلعتي برا كان أكو مطر، شون تخلين المطر ما يوقع على راسك وتتبللين؟ شمسية. ما بالله بطلة. صديقتنا ربحت ويانا رفل، فضل يا رفل وألف مبروك. هسا أنا أريد منك نشيد، سورة قرآنية. أني وردة بيضة شكلي جميل، ما أحلى جمالي لما الأمين. يا أطفال يا حلوين شرب الحليب، الصحة القوة اسأل الطبيب. تشربين الحليب؟ شوكيت آخر مرة شربتي حليب؟ بالليل. بالليل؟ زين والصبح ما تشربين؟ لا. شكرا جزيلا يا رفل، شكرا جزيلا ملاك ومريم. متواصلين وياكم مشاهدي قناة شهاب الفضائي. يا هلا بكم برنامج اربح ويانا، ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ زين الحمد. شنو اسمك؟ حسن عباس علي. حسن ياسر؟ سادس ابتدائي. بالتوفيق يا رب. حسن، عدد لاعبي كرة السلة؟ ما اعرف. حياكم الله ببرنامج اربح ويانا، ونلتقي بالحلوات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. شنو اسمك؟ رقية ازهر. رقية، والبطلة هنا شنو اسمك؟ عينش للكاميرا. حلو، شنو اسمك؟ سما. سما، عاشت الاسامي يا سما. رقية، راح اسألك اول شيء يا صاح. ثاني. حلو، ثالث. يعني ثالث. حلو، يعني تعرفين بالرياضيات صح؟ أعرف بالعربي نشيدات. حابة نشيد؟ اي. قلتي انه زينة بالعربي انتي صح؟ اي. نشيد تفضلي. مدرستي مدرستي، اهلا بها مدرستي، اهلا بكل اخوتي في عامنا الجديد، كأننا في عيد، كل عام نكبر وان نجحنا نفرح، الله قد علمنا الخير، قد ارشدنا نبن ونحن وطننا خير وقد اسعدنا. بطلة رقاوي، شكرا جزيلا والنجاح الموفقية يا رب. متواصل وياكم برنامج اربح ويانا. يا هلا بكم، ونلتقي بالورود. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ مينا محمد. عاشت الاسامي يا مينا. والبطل هنا شنو اسمك؟ يونس. يونس محمد. حلو، يونس ومينا. عدد لاعبي كرة السلة؟ 10. اجابة غير صحيحة. يونس، عدد لاعبي كرة السلة؟ 10. إجابة غير صحيحة يا يونس ومينة. ناخذ منكم نشيد أو سورة قرآنية. نشيد. أيها العنوى عش هكذا في علوم، أيها العنوى فننا بك بعد الله نعتصم، جاءت تحييك هذا اليوم معنتا أفرح بك، فانظر هذا العمو، إن العيون غريرات بما شهدت، والقلب يفرح ولا تتسم. أنت أنت الشعب أجمع، أنت جلال الشعب والعضو، أنت عشتان من عاش السعادة، وأنت متمات الأمام منهم، وهذا هتاف الذي يعلو فسمعت، فجميعا لك فأسلم أيها العلم. جميعه لك فأسلم أيها العلم. بطلة يا مينة، شكرا جزيلا يا مينة ويونس. متواصلين وياكم مشاهدي برنامج اربح ويانا.
حياكم الله مشاهدي برنامج اربح ويانا، ونلتقي بالبطل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون؟ زينة. شو اخبارك؟ الحمد لله. ياسر؟ رابع. شنو اسمك؟ فاطمة. عشت الاسامي يا فاطمة. فاطمة، عدد لاعبي كرة السلة؟ ما اعرفهم. زين، ناخذ منك نشيد او سورة قرآنية. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا حتى تسكن أرضك، دليلا وعينا، ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وامتعا وفيه طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا جزيلا يا فاطمة، بالتوفيق يا رب. أصدقائي، خلينا تقي بأحد أصدقائنا الحلوين وناخذ منه أنشودة. شنو اسمك؟ حيدر. شلونك يا حيدر؟ زين. أنت ويا من جاي هنا؟ وي أهلي. كلهم؟ إيه. ما بقيت واحد بالبيت؟ ولا واحد، بس بس جدك؟ زين، أنت ليش ما بقيت يم جدك؟ شلون وحدك تجي وتعوفه؟ هم أخذوني. ليش ما جبته وياكم؟ هو يريد يروح لزيارة. ها، حلو، يعني ما خليته بوحده. إيه. بطل يا حيدر. هسه يا حيدر حافظ لنا نشيد؟ ايه. تفضل. يا بط يا بط اسبح بالشط، قل للسمكة اتت الشبكة، يميلي عنها وعلى الجرف يخفي يخفي. تنجي منها. ماكو؟ ها، قلتها. بطل بحيدر. تفضل والف مبروك. شكرا، ومتواصل وياكم برنامج اربح ويانا. حياكم الله ونلتقي بالحلوات. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ زينة. شنو اسمك؟ رقية انور جميل. عشت الاسامي. والبطل هنا شنو اسمه؟ كوثر سعد جاسر. كوثر ورقية. ياسر؟ سادس. التوفيق. سادس. بالتوفيق. نفس الصف؟ يعني نفس الشعبة؟ لا، هي من هي من محافظة وانا من محافظة. انت من يا محافظة؟ انا من نعم كربلة. وانت من يا من ناصرية. اهلا وسهلا. عدد لاعبي كرة السلة؟ ايش قد عدد لاعبي كرة السلة؟ زين، ناخذ من شن اثنين شن سورة قرآنية. نبدأ منك يا رقية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. وبطلة صديقتنا ربحت ويانا جائزة رقية، ألف مبروك يا رقية. نجي زينة. كوثر. كوثر، سورة قرآنية ونشيد براحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم ما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك الأجر غير ممنون، فابتصر ويبصرون بأيك المفتون، إن ربك هو أعلم بالمضلل عن السبيل وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العلي العظيم. الله العلي العظيم. أيضا صديقتنا كوثر ربحت ويانا، ألف مبروك. شكرا جزيلا، متواصل وياكم مشاهدي برنامج اربح ويانا. يا هلا بيكم، نلتقي بالبطلات. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ زينة. شنو اسمك؟ خديجة عباس علي. عاشت الأسامي. البطل هنا روان مروان عبد العزيز موسى. عاشت الأسامي، بس اسمك يعني اسمك فقط. حلو؟ روان. وهنا خديجة. خديجة، هسه يا صديقاتنا نسألك سؤال، أوكي؟ لاعبي كرة السلة، كم عدد لاعبي كرة السلة؟ إيش قد؟ 10. إجابة غير صحيحة صديقتنا. قد عدد لاعبي كرة السلة؟ 5. بطلة ربحت ويانا، ألف مبروك وشكرا جزيلا. ناخذ من صديقتنا الحلوة نشودة. بسم الله أبدأ عملي، بسم الله أقرأ أكتب، بسم الله أنا لا أعبد إلا الله، هو يحميني جل علا. شكرا جزيلا، متواصل وياكم. روح صديقتنا، عفوا. شكرا يا روان. روان، متواصل وياكم مشاهدي برنامج اربح ويانا. اكيد اصدقائي، من خلال حلقتنا لهذا اليوم عرفتوا كم عدد لاعبي كرة السلة، واللي هم 5 لاعبين فقط. الى هنا وصلنا واياكم الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، حتى نلتقيكم في حلقات اخرى ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.